عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابة. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة عيد الفطر على الأبواب، خلاص فاضل عليها أقل من أسبوع. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الكحك الدايب على البارد، مش هنقدح السمنة طبعا. مميزات الكحك اللي على البارد اللي هو بيبقى خفيف ومش تقيل على المعدة وما بيعملش حموضة، عكس الكحك اللي بيتقدح له السمنة. المكونات بتاعتنا سهلة وبسيطة. أنا هعمل نص كيلو دقيق، لو عايزين تضاعفوا الكمية هتضاعفوا المقادير كلها. نص كيلو دقيق يعني 3 كوبايات ونص من الكوباية اللي انتوا هتعايروا بيها المقادير كلها، دي 3 كوبايات ونص دقيق، يبقى نص كيلو دقيق على نص كيلو دقيق 1.25 كوباية سمنة، يعني 265 جرام سمنة، يبقى نص كيلو دقيق عليهم 1.25 كوباية سمنة، عليهم معلقة صغيرة خميرة بيرة مدوباها في 1/4 كوباية مية دافية، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، ومعلقتين كبار لبن بودرة، لو عايزين تستغنوا عن اللبن البودرة ممكن، وعندنا معلقتين كبار سمسم، وفي ريحة الكحك أو بهارات كحك معلقة صغيرة، بس أنا مش بحط ريحة الكحك، أنا هحط كيس فانيليا. أول حاجة هنعملها هنحط الحاجات الجافة بتاعتنا كلها على بعضيها، هنسمي كده بسم الله. هنحط نص كيلو الدقيق، احنا هنسيب السمنه دلوقتي، هسيب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. نص كيلو الدقيق اللي هم 3 كوبايات ونص دقيق، انا عايرتهم بالكوبايه، هنحط عليهم رشه ملح او نص معلقه صغيره ملح، و كيس اللبن البودرة الصغير اللي هو عبارة عن 2 كبار لبن بودرة، معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقة صغيرة كده ممسوحة بيكنج باودر، ومعلقتين كبار سمسم، ده سمسم متحمص على اساس ان انا مش هقدح السمنه ولا هسيحها، اهم 2 كبار سمسم، هحط كيس فانيليا، لو عايزين تحطوا ريحه الكحك هتبقى معلقه صغيره من ريحه الكحك. اهم حاجه في الحلويات بتاعه العيد كلها الغريبه والبتشفور والكحك، نوع السمنه يكون نوع سمنه كويس، انا بستعمل جولدن ميكس. كيس الفانيليا اهو، اقلب النواشف على بعضيها. هعمل ايه دلوقتي؟ السمنه بتاعتي دي سمنه مطلعاها من الثلاجه زي ما انتم شايفين جامده، هضربها مع معلقه كبيره سكر بودر، هضربها بالمضرب الكهرباء، اهو نزلها كده، احط عليها معلقه سكر بودر كبيره، هضربها كويس لحد ما تبيض معايا السمنه. لو ما عندكمش مضرب كهربا ولا مضرب يدوي ممكن تضربوا السمنه مع السكر في الخلاط، لو ما فيش خلاط خالص يبقى بايدينا هنضربها كويس زي ما والدتنا الله يرحمهم كانوا بيعملوا كده. بصوا يا حبايبي، انا حطيت السمنه اللي هي 1.25 كوباية سمنه، حطيت عليها معلقه كبيره سكر بودر، هضربهم كويس لحد ما لونها يبيض، انا هضربها كويس وبعدين اوريها لكم. بصوا يا حبايبي، انا ضربت السمنه مع معلقه كبيره سكر لحد ما بقى لونها ابيض زي ما انتم شايفين. هنزل بقى بالدقيق بتاعي اللي عليه 2 كبار سمسم ومعلقه صغيره بيكنج باودر، وعليهم رشه ملح، ومعلقتين كبار لبن باودر، وحطيت طبعا كيس فانيليا بدل ريحه الكحك. هعمل ايه بقى؟ هبس الدقيق بتاعي في السمنه دي، هبسها كده اهو كده بايدي. على فكره الكحك بتاعنا ان شاء الله هيطلع احلى من بتاع الحلوانيين والمحلات، بس التزموا بالمقادير كده.
لازم نبس الدقيق كده بالسمنة عشان يشرب السمنة كلها. لازم السمنة تبقى جامدة وطالعة من التلاجة وتكون سمنة حلوة نوع نجيف، يا ريت يبقى سمنة بلدي. لو مش هتحطوا سمنة بلدي حطوا روح السمنة البلدي. اهو بصوا العجينة تحفة معايا، ولسه ما حطيتش عليها الخميرة زي ما انتوا شايفين. هنزل بقى بربع كوباية اهي، بصوا الخميرة بتفور ازاي، بصوا الخميرة بتاعتي. هلم بقى العجينة بتاعتي كده، ما تزودوش سوائل للكحك عشان الكحك ما يبقاش ناشف ومشقق. هو ربع كوباية مية دافية بالخميرة بس. بصوا كده، بصوا يا حبايبي العجينه بتاعتي انا عجنتها بربع كوبايه ميه دافيه ما زودتش. بصوا بقى هتمسكوا قطعه من العجين كده هتكوروها، لو لقيتوها حلوه كده معاكم مش مشققه يبقى العجينه بتاعتكم ناجحه. انا طبعا مش هخمر الكحك بتاعي، هكوره وانا بحشيه هوريكم بقى هحشيه ازاي. انا محضره ربع كيلو عجوه وقلبت العجوه بتاعتي في معلقه سمنه سايحه وحطيت عليها معلقتين سمسم وكورتها بالشكل ده عشان احط كل كوره عجوه في الكحكايه. انا دلوقتي هكور الكحك بتاعي وبعدين اما اجي احشيه هوريهولكم. بصوا يا حبايبي انا كورت الكحك بتاعي كور صغيره على اساس ان الكحكايه تبقى صغيره ما تبقاش كبيره، واللي يجي ياكل بقى يفرفت ويكسر الدنيا وما يكملهاش. ممكن انقشها بقى بالمنقاش، الاول هحشيها عجوه وبعدين هنقشها يا بالمنقاش يا اما احطها في الاشكال دي. انا عندي اشكال كتير كده كانوا بتوع والدتي الله يرحمها. بصوا انا هحط في الشكل الصغير عشان الكحكايه تبقى صغيره، يا اما لو ما عندكيش ولا الاشكال ولا المنقاش ده لو عندك شبكه التحمير هتستعمليها زي البصوم، يعني تمسكوا الكحكية كده وتنزلوا عليها. بصوا عطتني شكل البسطون صح ولا لا، انا هوريكم. انا هحشي الكحك بتاعي، الاول هاخد حتة العجوة كده واعمل لها فراغ كده في الكحكية واقفل عليها، هقفل عليها وهكور كده ببطن ايدي زي ما انتوا شايفين. هجيب الشكل اللي عندي هعمل كده بالشكل اللي عندي وبعدين هتك عليه يطلع، وهخلص الكمية وهوريها لكم. انا مش هخمر الكحك ليه، عشان الشكل بتاع النقشة بتاعت الكحك ما يروحش، لو خمرته الكحك اما هتخش الفرن الشكل ده هيروح. انا هخلص وهوريكم. اهو يا حبايبي الكحك بتاعي بعد ما انا عملته في الفورمة هدخله الفرن على نار 180 لمدة تلت ساعة او 25 دقيقة، واما يخرج من الفرن هوريهولكم. اهو يا حبايبي الكحك بتاعي بعد ما استوى اخد حوالي 20 دقيقة او 25 دقيقة بالظبط في الفرن. بصوا مستوي ازاي، انا هرش عليه سكر. اهو زي ما انتوا شايفين
انا سبته لحد ما برد خالص في الصاج عشان هحتفظ بيه، هشيله في علبة بلاستيك. لو ما عندكمش علبة بلاستيك هتجيبوا حلة من اللي احنا بنطبخ فيها، اكبر حلة، وهتحطوا فيها كيسة، وهترصوا الكحك والبتشفور والغريبة وكل الحاجات اللي احنا هنعملها ان شاء الله مع بعض، هترصوها في الحلة دي وهتغطوها بالغطاء. ليه هنفرش كيسة؟ عشان مش هينفع نفرش ورقة، الورقة هتشرب الإيدام، يعني هتشرب السمنة كلها من البسكوت أو من البتشفور أو من الكحك. لو عجبتكم طريقة الكحك الدايب بتاعتي على البارد، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة جيك البريبر. أشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.